ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا في فيديو جديد وحلقه جديده، والتريلر اللي احنا هنعمله رياكشن النهارده هو الفيلم الرعب لونجلس. انا ما اعرفش الفيلم ده ايه بصراحه، بس انا يعني شفت البوستر بتاع الفيلم، البوستر اشتريت يعني لا مؤاخذه، يعني شفت البوستر بتاع الفيلم عجبني يعني، فداخل اتعرف على الفيلم زيكم حرفيا دلوقتي. يعني انا ما اعرفش ده ايه ده، انا لقيت التريلر لسه نازل من يومين، فشفت البوستر بصراحه عجبني، فانا داخل اعرف كده معاكم يعني لله والوطن، يعني مش محضر له اي حاجه. فيلم لونجلس هو من كتابه ومن اخراج اوز بيركنز. اوز بيركنز ده اللي كان عامل قبل كده فيلم ليجالي بلوند، والبطوله معانا نيكولاس كيج. شيت، نيكولاس كيج ده فيلم رعب صح؟ اوكي، انا مستغرب فشخ، انا اول مره اعرف ان في نيكولاس كيج. نيكولاس كيج في فيلم رعب؟ اوكي، نيكولاس كيج ومايكا مونرو واليشا ويت. انا مستغرب جدا، انا عايز اشوف التريلر بامانه، انا عايز اشوف التريلر. انا مستغرب جدا لان نيكولاس كيج اصلا باله كتير جدا مختفى عن الساحه. انا اخر فيلم شفته لنيكولاس كيج وما كملتهوش، ودي حاجه غير عادتي ان انا اتفرج على فيلم وما كملهوش. فيلم كان نازل السنه دي اسمه اركيديان، يعني كان فيلم كده مفروض، انا مش فاكر والله حتى الفيلم كان حربي ولا كان فيلم كان ايه اصلا، ما جاش معايا سكه صراحه. يعني انا شفت اول ربع ساعه وثلث ساعه بصراحه زهقت بالفيلم فقفلته ما كملتهوش. يعني الله اعلم لو هرجع اتفرج عليه تاني ولا لا، واعمله مراجعه ولا لا، يعني هشوف، يعني ربنا يسهل. بس يعني ما كانش، انا بالنسبه لي اركيديان ده ما كانش احسن حاجه لنيكولاس كيج. فانا مستغرب جدا ان شركه نيون دي برضو من الشركات على فكره كويسه اللي في افلام الرعب، انا مستغرب ان نيكولاس كيج طالع في فيلم رعب. يعني الله اعلم، ممكن يعني ممكن تبقى حاجه جديده وممكن تبقى حاجه صدمه بالنسبه لي. فام جلاد ده تم جنا دو ده تريلر رياكشن. وطبعا كالعاده ما شفتش التريلر ولا مره، هشوفه معاك دلوقتي الاول مره فيلم لونجلس. يلا بينا. Take a nice long look. Sign of one word. And on his horns, he wore 10 crowns' name. What aren't you telling me? I know you're not afraid of a little bit of dark. You are the dark. Do you still say your prayers? Hello? You could have, but you didn't. To all of this, I'll be. Okay. يعني ده يعني انا بجد حرفيا بدون مبالغه، يعني that's one of the most disturbing trailers I have ever saw in my life. يعني انا اول مره ابقى قاعد اتفرج على اعلان فيلم، تريلر اعلان فيلم مش فيلم، يعني اعلان فيلم، وابقى قاعد كده حرفيا حسيت ان انا يعني انا اولا قاعد مش على بعضي، واتخضيت خضه ما يعلم بها الا ربنا. وده من الحاجات النوادر جدا اللي بتبدا يعني اللي بتتعمل في التريلرز نواديز في نوعيه الافلام دلوقتي. لا انا 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 ايه ده، انا شاري يا باشا. انا شاري، انا عاجبني جدا الموضوع. التريلر معمول بطريقه رهيبه، يعني بجد معمول بطريقه رهيبه، وشفنا ده كتير جدا كمان حتى في الـ في الـ في, الـ في الفريمات بتاعه ال 16:9. يعني عارفين اللي هو البورتريز، المشاهد البورتريز بتبقى 16:9 دي. وايه ده، في ايه ده، يا نهار اسود، انا شعري وقف والله، انا شعري وقف من الخضه. لا 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 لا، التريلر بجد رهيب، التريلر جامد فشخ فشيخ. يعني ده ممكن يبقى ده لو الفيلم زي التريلر كده هانز داون ده ممكن يبقى واحد من اقوى افلام الرعب اللي السنه دي اللي نزلت ولسه هتنزل. لا لا، التريلر بجد في حته تانية. لا بجد التريلر في حته تانية. واللي عجبني اكتر ان الفيلم ده يعني فيه نيكولاس كيج وما ظهرش نيكولاس كيج، يعني ده اكتر حاجه عجباني.
هل تفتكروا نيكولاس كيج هيبقى ليه اضافه اصلا كويسه في الفيلم ده ولا مجرد اسم بيبيعه بيه الفيلم وخلاص؟ انا ريلي انجويد ذا تريلر, يعني اي ريلي انجويد ذا تريلر. تريلر جامد قوي قوي يعني, تريلر جامد فشخ. يخرب بيت كده, يخرب بيت التريلر, يعني الفايب اللي جات لي من التريلر يعني تحس ان لا ده فعلا 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 فيلم رعب هيجيب اجلك. اللي هو انتوا عايزين افلام الرعب, طب انا هوريكم افلام الرعب بتتعمل ازاي. اللي هو انتوا بقالكم كام سنه بتتفرجوا على افلام اي كلام, تعالوا بقى اديكم انا فيلم رعب هيجيب اجلكم. هو مش فكره كمان جامب سكير, يعني ده اللي عاجبني كمان في التريلر, ان مش شرط كمان جامب سكير. حته القعده وانت بتتفرج تحس ان انت قاعد انتنس كده, وحس ان انت اي جوت شيلز وانت بتتفرج, وحاسس ان في حاجه في الاوضه اللي انت قاعد فيها هتطلع تخضك اوت اوف نو وير, يعني وانت مجرد بتتفرج على تريلر. انت متخيل يعني انا شايف الكاميرا هنا ممكن اشوف لو في حاجه جايه من ورا, فدي حاجه من الحاجات اللي صدرتها لي تريلر, انت ممكن تتخض دلوقتي من اي حاجه. فلا يعني بجد شابوه اللي عمل التريلر. شابوه يعني, لو ده اوفيشال تريلر فهل هندي نسبه ترقب؟ هندي نسبه ترقب. انا لو الفيلم زي التريلر كده, انا ديفينتلي نسبه ترقبي للفيلم 9/10, ودي حاجه انا نيفر ان ا مليون يير كنت يعني حاجه زي كده هحاول اقولها عن فيلم فيها نيكولاس كيج بصراحه. وابعاد الفيلم لحد ما برضو مش مشروحه في التريلر, غير الست اللي معانا دي شغاله في الاف بي اي وبتبدا تحقق في كيسز وبتاع, يعني ده اللي اتقال في التريلر, وده مفيش اي حاجه اتحرقت يعني, قدامي الحاجات اللي بجد جامده فشخ يعني. لا بس انا حرفيا انا قاعد, لا واو بجد واو يعني, شابوه بجد حرفيا اللي عامل التريلر ده. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن فيلم لونج ليجز. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم, ان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم, ما تنسوش برده تعملوا سبسكرايب للشانل التاني اسمه هوم الون وتيك تو, هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا فولو لايك على فيسبوك وتيك توك وانستغرام برده هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.